يمكن من ضمن الحاجات الإيجابية اللي موجودة في مبادرة حياة كريمة هي أنها بتوفر بيانات ورقمنة كاملة عن القرى، خاصة قرى الصعيد اللي بقى موجود فيها دلوقتي خدمات كتيرة رقمية بيتم تقديمها في مجمع الخدمات اللي بيكون موجود في كل وحدة محلية. خلونا نشوف التقرير. نجحت مبادرة حياة كريمة في تطوير البنية المعلوماتية في مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديداً في قرى الصعيد، وقامت بتقديم عدد من الخدمات الحكومية في مجال الرقمنة، منها إنشاء 89 مشروعاً للمحاكم والنيابات إلى جانب 34 مشروعاً لربط المحاكم بالسجون. كذلك قامت المبادرة بتنفيذ 40 مشروعاً خاص بالشهر العقاري إلى جانب 79 مشروعاً لمواقع تطوير مكاتب البريد. وعملت المبادرة على تنفيذ 175 مشروعاً لأقسام الشرطة وإنفاذ القانون، هذا بالإضافة إلى دخول مشروع الكابلات الفايبر لأول مرة في الصعيد ضمن مشروع حياة كريمة. وتعمل الدولة على تحسين جودة الحياة في الريف المصري من خلال تطبيق مبادرة حياة كريمة، حيث إنها تخدم أكثر من 58 مليون نسمة في أكثر من 4000 قرية. وتساهم المبادرة في تقديم كافة الخدمات الأساسية وهي السكن والصحة والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل واستدامة كل جهود التنمية. ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوغراف بشأن جهود الدولة المصرية في تنمية إقليم الصعيد، إذ أسفرت المشروعات التي نفذتها الدولة عن زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500%. وفي قطاع الصناعة تم تنفيذ مجمعات صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.